السلام عليكم الاخوان، احنا جينا في الحلقه الثالثه ديال كانتي ديال نهار الثلاث 18 فيفري 2020. الرينيو اللي كاينه في فانسن كورس نيميرو ان الخوش، قيمه الجوائز 44000 اورو، تشيب ديالها لاتلي لعودان اللي عندهم 5 سنين 16 عاود، على المسافه ديال 2100 متر في الجروند بيس لا كورد غوش الخوش، ديبار ديالها مع جوج قلقسمين. هاد الحلقه هذه اللي غادي نشوفوا فيها الريزيمي ديال الحلقه الاولى والحلقه الثانيه، وغادي نشوفوا فيها البروغرام، وغادي نشوفوا فيها الاناليز ديال الاسوسياسيون ديال الشوفال والدرايفر، والاسوسياسيون ديال الدرايفر ولي زونترينور الخوت. حلقه غتكون زوينه، دخل تفرج بالصحه والراحه، غير ما تنساوش الخوت، دعموا خوكم بلي لايك، واللي ما تابوناش يتابونا الف مرحبا به. يلا الخوت بلا ما نطول عليكم بزاف، الخوت هنايا لي نيميرو ديال العودان الخوت اللي كاينين من 1 حتى 16 كما تشوفوا. هنايا في لا بروميير بارتي الخوت هادو هما العوده اللي بان لنا مزيانين في الاناليز ديال البروميير بارتي. يعني ما تفرجتيش فيها غادي تلقى البطاقه الفوق في الفيديو، كليكي غيطلعوا لك الفيديوهات جوج الخوت دابا لوحهم. هنايا كما تشوفوا احسن عوده نزلنا هو 5 9 والجوج وال13 وال14 والسبعة والواحد والثمانية، هادو هما احسن عوده في لا بارتي الاولى. لا بارتي الثانيه اللي فيها الباركور والديستونس والدرايفر والونترينور، راه هما هادو الخوت اللي مزيانين. لا انا مزيانين في الباركور ديال فينسن، هنايا في الديستونس ديال 2100 متر، ديال 2100 متر، وهنايا الخوت الدرايفرات، وهنايا خوت لي زونترينور. شوفوا العود رقم واحد، العود رقم واحد كما تشوفوا مزيان في البروميير بارتي، مزيان في العودان، ومزيان في الباركور، ومزيان في الديستونس المسافه. العود رقم جوج الخوت راه مزيان في العودان، ومزيان في الباركور، ومزيان في الديستونس، ومزيان في الدرايفر، ومزيان في لونترينور. العود ثلاثة مزيان غير في لونترينور. العود رقم ربعة مزيان في الباركور، ومزيان في الدرايفر، ومزيان في لونترينور الخوت. العود رقم خمسة مزيان في العودان، ومزيان في الباركور والديستونس ولونترينور. العود رقم ستة مزيان غير في لونترينور. العود رقم سبعة مزيان في العودان، ومزيان في الدرايفر. العود رقم ثمانية مزيان غير في العودان. تسعود مزيان في العودان، ومزيان في باركور، ومزيان في الديستونس. العود عشرة ما عنده لا عودان لا باركور لا ديستونس لا درايفر لا لونترينور. العود رقم 11 مزيان في باركور والديستونس والدرايفر. العود رقم 12 مزيان غير في الدرايفر. العود 13 مزيان في العودان، ومزيان في الديستونس، ومزيان في الدرايفر ولونترينور. العود رقم 14 مزيان في العودان، ومزيان في باركور وفي الديستونس وفي الدرايفر. العود رقم 15 مزيان في باركور والديستونس ولونترينور. العود رقم 16 مزيان في الدرايفر وفي لونترينور الخوت. هنايا كما عودناكم الخوت، هنايا غنشوفوا النجاحات ديال الدرايفر في العام الاخر، وديال لي زونترينور، ولوسوسياسيون ما بين الدرايفر ولونترينور، وكذلك ما بين الدرايفر والشوفا. هنايا احسن اونترينور الخوت، احسن درايفر كاين هاد العام هو جون ميشيل بازير، كلشي تيعرفو، 46% ديال لا ريوسي. عندك إيريك رافان 42% ديال الريوسي، الرقم سبعة. الرقم خمسة نيكولا بازير 38% ديال الريوسي. الرقم 11 أليكس أبريفار 33% ديال الريوسي. هنايا الرقم واحد 32% ديال الريوسي الخوت. غندوزو دابا لي زونترينور، لي زونترينور لي مزيانين كاين 58% ديال الريوسي. كاين جون ميشيل بازير داخل بجعودان جوج والخمسة 42% ديال الريوسي. كاين 15 34% ديال الريوسي. كاين 7 33% ديال الريوسي. هنا الخوت ديال لي زونترينور و الدرايفر، يعني ملي تيشارك الدرايفر مع بالعود ديال الدرونترينور الخوت. كاين جوج، هو الاولاني جون ميشيل بازير تركب على عودو 58% ديال لا ريوسي 317 كورس.
كاين إيريك رافان الرقم 7 46% ديال الريوسي 13 كورس، كاين الرقم 6 39% ديال الريوسي 80 كورس، كاين الرقم 8 39% ديال الريوسي 93 كورس، كاين الرقم 10 كاين رقم 13 34% ديال الريوسي 131 كورس. هنا لاسوسياسيون الخوت ما بين الدرايفر وما بين العود، يعني العود فاش تركب على، يعني الدرايفر تركب على العود اللي هو اللي مشاركين بها الخوت جون ميشيل بازير هو الاولاني مع فيرلو 78% ديال لا ريوسي 9 ديال لي كورس. هنايا الرقم 6 هو الثاني 56% ديال الريوسي 9 ديال لي كورس، ال11 50% ديال الريوسي 80 كورس. هنا إيريك رافان 7 40% ديال الريوسي 5 ديال لي كورس. هنايا 9 28 ديال الريوسي 18 كورس. الخوت هذا هو البروغرام الخوت، كما تشوفوا العوده اللي مشاركه لي درايفر لي زونترينور لي بروبريتي لوريجين الكاني بير داك لا ميوزيك ديال العودان. هنايا الكوطاج العود الاولاني غادي ب 30، العود الثاني غادي ب 1، العود الثالث غادي ب 28، العود الرابع غادي ب 16، العود الخامس غادي ب 5، العود السادس غادي ب 2، العود السابع غادي ب 14، الثامن غادي ب 87، العود التاسع غادي ب 49، العود العاشر غادي ب 120، العود 11 غادي ب 90، العود 12 غادي ب 72، العود 13 غادي ب 17، العود 14 غادي ب 28، العود 15 غادي ب 34، العود 16 غادي ب 90، غادي ب 19. كما تشوفوا الخوت هنا في لا سيليكسيون عطينا 6 و 2، 6 غادي ب 2 و 2 غادي ب 1، 6 و 2 في لا سيليكسيون الخوت. هنايا تيو هو 14 ونيفارد نالا بيل شونس كاين 11 كاين 16 كاين 5 و 7 و 4 و 13. انا لي فافوري الخوت كاين الجوج جون ميشيل بازير، كاين 5 نيكولاس بازير الخوت لي فافوري. انا لي بروبابل الاحتمالات كاين 6 و 11 و 13 و 7. هنايا لي ديت كاين 4 و 16. هنايا لي تروبل فيت الخوت كاينه 15 كاينه 13. هنايا لي جورنو كما تشوفوا عاطين 6 عاطين 2 في الراس، عاطين 6 عاطين 2 في الراس، يعني 6 و 2 راهم مزيانين. واخا انا تنقول راه 2 يقدر هو اللي يكون في الراس، جون ميشيل بازير ميزكلاش. هنايا الخوت صديقة عاطين 8 العودان، كاين 5 و 2 و 6 و 11 14 مرة، 13 13 مرة، 4 و 16 12 مرة، هنايا 7 8 المرات. بالنسبة للخوت انا العودة اللي بان ليا مزيانين اللي بان ليا قدروا يدخلوا الخوت على حسب الاناليز الاولى والثانية، وحنا دابا تنشوفو بروغرام راه هما هادو. بان لي الجوج جون ميشيل بازير غيكون في الراس، بان لي السيس 13 13، بان لي الكات تيوماني، والأونز ابريفارد، بلية 5 نيكولا بازير الخوت، بلية 14 وبلية الخوت 15. هما العوده اللي بانوا ليا مزيانين اخويا، ولعب اللي بغيتي، ما كاينش واحد يعرف يلعب احسن منك، وراه لا شونس كي دونس الخوت، والله يسهل على كل واحد. نتمنى لكم نهار مبروك، تهلاو في راسكم، خليتكم راحه البال، الله يعاون.